مفيش شك ان قطاع السياحة من القطاعات المهمة جدا واللي بتعتمد عليها اي دولة، لانها عمود من اعمدة الاقتصاد بالنسبة لاي دولة، وبتساهم بشكل كبير جدا في الناتج المحلي لكل الدول. طبعا احنا الحمد لله في مصر بنتميز باماكن جذب سياحية كتيرة جدا على كافة المستويات، سياحة شاطئية طبعا حدث ولا حرج، سياحة دينية عندنا المزارات الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية، بالنسبة للسياحة العلاجية عندنا عيون كبريتية منتشرة تقريبا في محافظات كتيرة جدا من مصر، زائد طبيعة الرمال اللي موجودة في مصر مختلفة. وطبعا احنا عارفين ان السياحة العلاجية مهمة في العالم كله، وعدد كبير جدا أو يعني لو قلنا بالنسب كده من 5-10% من نسبة السياحة العالمية مخصصة فقط للسياحة العلاجية. لكن هذا القطاع هو قطاع مهم جدا، وفي نفس الوقت قطاع حساس جدا، بيتأثر بأي كلمة ممكن تتقال عن أي دولة فيها مناطق جذب سياحية. نفتكر كلنا اللي حصل في 2011 والأحداث اللي شهدتها مصر في هذا التوقيت أثرت بشكل كبير جدا على السياحة. الحين استعادة الأمن مرة أخرى بدأت الأمور تهدأ، وبدأنا نمشي في خطة لاستعادة السياحة من جديد ورجوع السائح مرة تانية لمصر بعد ما كانت مصر في السابق من الوجهات المفضلة ليه. خدنا شوط وقطعنا شوط كبير جدا في هذا الأمر، والحمد لله بدأنا نمشي واحدة واحدة لحد ما جت أزمة كورونا وأثرت طبعا، ودي ما كانتش في إيدينا، دي أثرت على العالم كله وتحديدا على قطاع السياحة لأنه العالم كله توقف في هذا التوقيت. لكن الاهتمام بهذا القطاع مهم جدا. طيب هل الاهتمام بهذا القطاع هو مسؤولية الدولة ولا مسؤولية المواطنين؟ حقيقة هي مسؤولية مشتركة ما بين الدولة والمواطنين. الدولة بتعمل إيه؟ الدولة بتعمل مبادرات كتيرة جدا لدعم قطاع السياحة، أبسطها مثلا مبادرة البنك المركزي لدعم هذا القطاع وتمويل المنشآت السياحية المختلفة، تدريب العاملين في مجال السياحة، الحصول على النجمة الخضراء، رفع سرعة الإنترنت في المنشآت السياحية وفي الفنادق وفي القرى السياحية. كل هذه أمور هي اهتمام بالسياحة. إحنا كمواطنين مهم يكون عندنا وعي سياحي. في حاجة اسمها الوعي السياحي، إنك تكون فاهم أهمية السياحة وعارف تأثير السياحة على بلدك، تأثير السياحة عليك أنت كشخص، ما هو لما تأثر في الاقتصاد هتأثر في الناتج المحلي، في الموازنة بتاعتها السنوية، هتأثر في أن المنشآت دي ممكن تتوقف عن العمل فتأثر على العاملين، فتلاقي في ناس كانت شغالة ممكن تكون أنت واحد منهم قاعدوا في البيت لأنه ما فيش سياحة في النهاية. فهي السياحة ليها تأثير كبير جدا على حياتنا. ليه؟ لأن هي مصدر للدخل بالنسبة لمصر. سؤالنا بيقول إزاي نطور السياحة في مصر؟ محتاجين أفكار. يعني إحنا بنشوف على السوشيال ميديا كتير قوي ناس تقول مش عارف إيه المكان ده أثري، إزاي مهمل كده، لكن في نفس الوقت لما بيتم تطويره الناس ما بتشاورش عليه للأسف. فإحنا محتاجين أفكار الناس، ومش لازم يا بسنت نصدر الحاجة الوحشة عن أي مكان إحنا شفناه. مظبوط؟ أنا عجبني قوي فكرة أنت لسه قايلها دلوقتي، فكرة المسؤولية المشتركة اللي ما بين الحكومة والمواطنين. لأن إحنا دايما بنلوم على الحكومة مقصرة في 1-2-3، لكن ما بنلومش نفسنا في حاجات كتير إحنا برضو مقصرين فيها. زي إيه يا شازلي؟ زي بعض السلوكيات اللي إحنا بنشوفها الخاطئة لما بيجي أجانب ويبقى فيه شوية أعياد أو حاجة، وبنلاقي السلوكيات الخطأ اللي بتحصل. يمكن الجميل في برنامجنا إن إحنا بنوصل لكل الناس، فلو النهاردة في فكرة ممكن نطلعها مع بعض، خلوني أقول أنه لازم إحنا يبقى عندنا زي ما شازلي قال الوعي. إحنا لازم نفهم إيه أهمية أن إحنا ما نضايقش الناس دي عشان يجولنا تاني. النهاردة لما حضرتك يبقى بينعاد عليك الدخل أو العائد اللي بيقدمه السايح ده بيعود عليا أنا في أشكال كتيرة جدا. ممكن حد من بيتي يكون محتاج وظيفة في قطاع السياحة، يكون شغال كويس قوي فيلاقي وظيفة في قطاع السياحة، فهنا وفر لي فرص عمل لحد من بيتي. ممكن أنا النهاردة ألاقي نمو اقتصادي البلدي النهاردة، بدل ما في مشكلة مثلا في حاجة معينة، لا أنا بدخل لي عملة صعبة لأن أنا عندي سياح كتيرة بيجولي. أنا النهاردة ينفعش بلد زي مصر فيها كل عوامل الجذب السياحية دي وإحنا لسه بنعافر في موضوع السياحة. أنا عندي البحر الأحمر، عندي الإسكندرية، عندي المدن الجديدة، عندي الأقصر وأسوان، عندي سياحة أثرية وسياحة علاجية، والنهاردة مصر بتسعى لسياحة يخوت، وعندنا وعندنا وعندنا. أنا لو هتكلم النهاردة عن يمكن الأفكار الكتيرة اللي ممكن نطور بيها السياحة من وجهة نظري أنا، أول حاجة طبعا إحنا كلنا بقينا بنتأثر بالسوشيال ميديا شئنا أم أبينا. أيوة بنتأثر، السوشيال ميديا عليها عامل جذب كتير جدا، فياريت إحنا من نفسنا نكون
عامل جذب إيجابي، لأنه أكيد أكيد كلنا عندنا على الأقل واحد بس أجنبي عامل لنا فولو. فلما أنا النهاردة أبتدي أصور الحاجات الإيجابية في بلدي وأصور الأماكن اللي فيها عوامل جذب لما أنا بروحها، حتى لو أنا ماشي في الشوارع وسط البلد مصر الجديدة، لو أنا في محافظات في مدينة جديدة أقعد أصورها، أكيد دي عامل من عوامل الجذب. كمان دعوة البلوجرز النهاردة بقى دور كمان وزارة السياحة أو دور حتى أصحاب على فكرة المزارات السياحية، أن كانت إذا كانت بقى فندق أيا كان، أعمل دعوة للبلوجرز من جميع أنحاء العالم أو ناشطي مروجي النشاط السياحي بالذات المهتمين بالقطاع ده بالتحديد، وابتدي أعزمهم وأشوف إيه الحاجات اللي هم هيبقوا مبسوطين بيها. ويمكن ده في الحقيقة اللي كان بيعمله منتدى شباب العالم في نسخاته المختلفة، أنه عزم أو تم دعوة العديد من البلوجرز من جميع أنحاء العالم، وكانت الفيدباك كان إيجابي جدا جدا عن مدينة شرم الشيخ بالتحديد. لكن لما أخد البلوجر ده وابتدي أفرجه القاهرة، ابتدي أفرجه على الساحل الشمالي، ابتدي أفرجه على أيا كان البحر الأحمر، طبعا أسمح لهم إن هم يصوروا ويبقى في تسهيلات من الدولة في الحتة دي بالذات، إنه أسمح لهم إن هم بالكاميرا بتاعتهم يبتدوا يصوروا المناطق السياحية وعوامل الجذب، وبهنا هيكون الفيدباك منهم إيجابي أو تعليقهم عامة هيكون إيجابي عن زيارتهم لمصر، بالتالي اللي بيتأثروا بيهم أو اللي متابعينهم من جميع أنحاء العالم هيبتدوا يقولوا الله أنا عايز أزور البلد دي. كمان مهم جدا تدريب العاملين في قطاع السياحة، أن النهاردة الناس اللي شغالة في القطاع ده لازم يكون عندهم وعي بحاجات كتيرة جدا جدا، منها التعامل مع الجست او التعامل مع الزائر اللي جاي ليا ايا كانت بقى طريقته، اصل في احنا كلنا مش زي بعض، في بلاد شويه طريقتهم ممكن تبقى مختلفه، طريقه كلامهم احنا بصراحه عندنا في مناطق زي شرم الشيخ والغردقه عاملين في قطاع السياحه قمه في خليني اقول ايه المهنية، لأن هم الناس دي ما تعلمتش اللغات لكن بيتكلموا لغات كويس جدا جدا جدا. ياريت لو نطبق ده على جميع أنحاء الجمهورية، الناس عارفة تتكلم روسي، عارفة تتكلم ألماني إيطالي، طب اتعلمت فين؟ لما باجي أتكلم معهم اتعلمت فين؟ أنا اتعلمت من ممارستي مع السائح، دي حاجة يعني أنا بشوفها مهنية جدا جدا منهم، وإن هم يبقوا عارفين يتكلموا بالطريقة دي وconversation رايحة جاية، يعني ده في حوار رايح جاي مش بس كلمتين ثلاثة. كمان التسهيل تأشيرة الدخول الإلكترونية كمان دي حاجة مهمة جدا، عشان السائح اللي قرر في آخر لحظة، يمكن كتير من الناس بيحصل لهم كده إن هم خدوا أجازة وفي آخر لحظة يقرروا هنسافر فين، فلما يلاقوا بلد مسهلة عملية الدخول ليها دي من الحاجات اللي هتبقى أسهل ليهم، فبالتالي هيجوا أكتر. أحداث بقى ثقافية وفنية لو عملناها هتبقى برضو جميلة جدا، سياحة اليخوت اللي هي في الحقيقة مصر مهتمية بيها لجذب أنظار أثرياء العالم عشان يقدروا يجوا لمصر، احنا بنتكلم على ان سايح اليخت ده او اللي جاي بيخته بيدفع 5 أضعاف اكتر من سايح عادي جاي يقعد شهر مثلا، فبالتالي احنا مهم جدا ان احنا نجذب اثرياء العالم. خليني اقول كمان المدن الجديده اللي هي نقطه جذب كبيره جدا جدا، انا النهارده مدينه زي العالمين الجديده فيها خليني اقول ادج كده مهمه قوي، ان احنا الكروزز اللي بتتعمل او في زي جولات سياحيه بتتعمل بالسفن في جميع انحاء اوروبا على البحر المتوسط، بترسو في الحقيقه في اسكندريه او بتبقى في مكان ليها بتروح في اسكندريه. مدينه العالمين الجديده من المدن اللي اقدر اقول ان هي تنافس، يعني تنافس الدول دي او تنافس المدن الكبيره اللي بتمر بيها الكروزز دي، فليه لا؟ ليه ما نعملش مرسى برضو في مدينه العالمين الجديده؟ فبالتالي يجي لينا سياح من جميع انحاء اوروبا. في افكار كثيره جدا جدا جدا، لكن زي ما شاذلي قال هي يعني افكار كده عندنا كلنا وكلنا لينا دور فيها، يعني لما انا النهارده قلت الافكار دي في بعض منها فعلا قيد التنفيذ وفي بعض منها لسه تحت بند الافكار، لكن كلنا علينا دور وكلنا لينا عامل. انت يا شاذلي وجهه نظرك ازاي نطور السياحه؟ بص طبعا انت قلت كلام جميل جدا جدا يعني، واعتقد ان في حاجات من دي كتيره بتتحقق في الفتره دي، وخاصه الفعاليات الثقافيه وانت بتتكلم عنها، احنا عندنا مهرجانات كتيره جدا ثقافيه في اماكن اثريه زي بيدوس ومهرجان دندره وتعامد الشمس على وجه رمسيس، حاجات كتيره جدا فعاليات ثقافيه، ده جانب.
بالإضافة إلى حاجات تانية. بس في حاجة يعني كنت أحب أن أنا أشير ليها برضو في التعامل مع السياحة من قبل الدولة، في التعامل مع السياح من قبل الدولة. لما حصلت الأزمة الروسية الأوكرانية، الدولة أصدرت قرار وتم تعميمه في كل المنشآت السياحية، ممنوع إخراج أي سائح بعد انتهاء رحلته. يعني لو هو كان حاجز 10 أيام، العشر أيام انتهوا وبلده متضررة أو فيها أحداث أو فيها اضطرابات، ممنوع إخراج هذا السائح، يفضل موجود لحد ما هو يقرر، يحدد وجهته ويقرر هو ماشي إمتى. دي برضو كانت من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي الدولة عملتها. أنا بالنسبة لي شايف إن الدول اللي عندها أماكن سياحية، كل دولة عندها مشاكلها بالمناسبة، وكل دولة عندها حاجات داخلية يعني مشاكل بشكل أو بآخر. الجميل في بعض الدول وشعوب هذه الدول إن هو ما بيروجش للمشاكل أو ما بيصدرش المشاكل على السوشيال ميديا، بمعنى إن هو لو شاف مكان شايف إن فيه إهمال، مش هنلاقيه كتب بوست شوفوا البلد رايحة فين وبدأ مش عاجباه البلد وبدأ يقول لا وإزاي وده يحصل إزاي. لا، ممكن يكون عنده تصرف تاني، هو همه برضه لأنه هو فاهم كويس، وده اللي كنا بنتكلم عنه إن هو عنده حاجة اسمها إيه، الوعي السياحي. فأنا بالنسبة لمقترحي لتطوير السياحة، ودي برضه حاجة بقولك عليها بسنت، إن إحنا لو شفنا حاجة مش عجبانا ممكن نصورها ونطلع بيها على المسؤول، على وزارة السياحة، نتوجه بيها للمسؤول. أو ممكن مش أصورها، أطلع على المسؤول أقدم شكوى أقول يا جماعة في مكان كذا مزار سياحي محتاج تطويره، في أنا شفت كذا كذا، شفت ناس بتتعدى على مزار، شفت اكتب الكلام ده وروح قدمه للجهة المختصة. لكن انك تصوره في بوست وتحطه ويلف بقى يعمل الاف شير، ما انت كده بتضر السياحة، وزي ما قلنا ان هي دايرة في النهاية هتأثر وهتعود عليك بكل تأكيد. انا بالنسبة لي برضو كان عندي تجربة، رحت فندق من الفنادق والاكل ما عجبنيش. احنا طبعا زوقين احنا شوية في الاكل، خدي بالك برضو بيفرق عندنا، يمكن الاجانب برضو مش متعودين على الاكل بتاعنا، فبالنسبة لنا احنا بيفرق عندنا حاجات بسيطة كده، لمسات بسيطة في الأكل، فأنا ما عجبنيش الأكل. لكن فرق عندي جدا استقبال الناس، أنا حسيت إن الناس طايرين من الفرحة بوجودنا، الناس لطيفة جدا وودودة جدا في التعامل. فحتى الأكل مش عاجبك بس أنت مبسوط، هتروح المكان تاني؟ ممكن أروحه تاني، وممكن أعتبر إن دي كانت فترة وكان الشيف فهماني واتغير أو لكن هي كانت فترة وخلاص. لكن تعامل الناس هو اللي بيفرق. أنت وأنت بتتعامل مع الناس، لو أنت في منطقة سياحية وشايف بيتوافد عليها السياح، لازم الناس اللي موجودين في هذه المنطقة، بالمناسبة في برامج للتوعية السياحية الدولة بتقوم بيها، سواء في المدارس أو بتعمل رحلات حتى كمان بالنسبة للطلاب عشان يروحوا يشوفوا الأماكن السياحية دي ويعرفوا يعني إيه سياحة. حقيقي. على كل حال دي كانت أفكاري أنا ومحمد الشاذلي، فإزاي نطور السياحة في مصر، دي بقى أو ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين فكرتك وهنستعرضها وهنستعرض إجابات حضراتكم في خلال الحلقة النهاردة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، بنصبح عليكم.